التلقي بكم في هذا اليوم الجميل ونحن في هذا المستشفى الكبير الذي بني بتقنيات متميزة، دكاترة مختصين وأدوات وأجهزة نوعية. ما كان لهذا المستشفى أن يكون لولا أن هناك رجال دولة، هناك قائد عظيم يحمل بيده الأولى السلاح ويده على الزناد للحفاظ على الجمهورية والحفاظ على الوطن والأرض والعرض، واليد الأخرى تبني المستشفى، تبني المطارات، تبني الطرقات، الكهرباء، المياه، تقدم المساعدات الإنسانية لأسر الأيتام، الفقراء. هذه المواصفات لا توجد إلا في رجال عظماء. فمن هنا نوجه كل التحية والاحترام والتقدير للقائد الإنسان العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح. نشكر مؤسسة خليفة التي قامت بدعم المستشفى من خلال الدعم الطبي والعلاجي لهم. بالحقيقة الكادر الطبي والتمريضي هم قلب المستشفى، فبدونهم لا يتحرك المستشفى ولا يمكن أن يمشي خطوات نهائيا. فكل الشكر والتقدير لكادر المستشفى والتمريض الذين يبدون في العمل. إذا اليوم نشوف فرحة، نشوف احتفال، نشوف مظاهر ابتهاج بما أنجزتموهم. يعني أنتم كنتم خير سند وأنتم يعني فخورين إحنا بكم جدا. نشكر الجهود اللي بنت الصرح الطبي الرائع على مستوى المحافظة كامل. صرح طبي يكاد ينفرد بتواجد أجهزته الطبية الحديثة. أشكر كل من سعى لبناء هذا المبنى الرائع. And from the patient it is very all free treatment. والمستشفى لا حوالي سنة تقريبا بتقدم خدمات مجانية للمنطقة والأمراض بشكل عام. In few months and with her birthday date we are celebrating International Nursing Day. وبمناسبة اليوم العالمي للتمريض الدكتور شاندرا بيشكر كل الممرضين والممرضات اللي عملهم الدوام داخل المستشفى والعملهم اللامتناهي. أهلي جميع الممرضين والممرضات العاملين في 2 ديسمبر وأهلي نفسي بالعمل معكم. اليوم بمناسبة مرور عام منذ افتتاح مستشفى 2 ديسمبر، عام من العطاء، عام من العمل، عام من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية. كل الشكر والتقدير لراعي القطاع الصحي الأول عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد صالح حفظه الله، وكذلك لا ننسى دعم مؤسسة خليفة الأعمال الإنسانية للمستشفى. خلال العام تم استقبال حالة 56,959 حالة خلال العام، وكذلك تم إجراء 956 عملية، وإن شاء الله في العام المقبل يتم إدخال تخصصات جديدة بإذن الله.